السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين المشتركين المحتملين جدد، ونواصل مواضعنا عبر قناة يوتيوب جعفر تغزلي في مواضيع يتعلق بقانون المسطرة الجنائية، وبالتحديد غنشوفوا موضوع تحت عنوان تنازع الاختصاص. تنازع الاختصاص، فالتنازع الاختصاص من الممكن أن يثور بين هيئتين قضائيتين للتحقيق أو للحكم، أو بين هيئة للتحقيق وأخرى للحكم بشأن اختصاصها بنظر قضية معينة معروضة عليهما للفصل أو التحقيق فيها. وكيشوف ويرى مرجعين قضائيين معنى اختصاصه بالبت في القضية أو التحقيق فيها، كيستصدر ما يطلق عليه في الفقه بتنازع اختصاص إيجابي، والذي من مساوئه الظاهرة احتمال صدور قرارين قضائيين متناقضين في نفس القضية الواحدة، وهو ما يسيء إلى سمعة العدالة الجنائية. فالمشرع في قانون المسطرة الجنائية تعرض لأحوال قيام تنازع الاختصاص في الفصل 263 من قانون المسطرة الجنائية، وقال بأنه يتعين حل تنازع الاختصاص في الأحوال الآتية: إلى ترفع في آن واحد فعل واحد يستوجب العقوبة على نظر محاكم الاستئناف أو محاكم أخرى أو على قضاء أو على قضاة التحقيق، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا أصدرت عدة من هذه المحاكم مقررا أصبح نهائيا معلنة في عدم اختصاصها بالنظر في فعل واحد. الحالة الثالثة: إذا أحال قاضي التحقيق قضية على هيئة البت فأعلنت عدم اختصاصها بموجب قرار أصبح نهائيا. الحالة الرابعة هو كما أورد قبل الانتقال لبحث شروط قيام تنازع اختصاص، هو تسجيل واحد الملاحظتين. الأولى هي اللي كتعلق بالفقرة الأولى من الفصل 263 اللي كتعلق بتنازع الاختصاص الإيجابي وبإجماع الفقه في المغرب، وكيقضي معه فهم تعبير المشرع برفع الفعل الواحد المستوجب للعقوبة على عدة محاكم أو قضاة للتحقيق بأنه اشتراط ضمني منه لإصدار الجهات المرفوعة أمامها الفعل الواحد لقرارات باختصاص في نظره بالفعل وليس مجرد رفعه فقط أمامها، وإلا لما كنا في مواجهة تنازع الاختصاص بينها، إذ مجرد الرفع لوحده قد لا يؤدي لصدور قرار بالاختصاص بالبت أو التحقيق فيه من جميع الجهات المرفوعة أمامها لزوما. الملاحظة الثانية هي أنه إذا كانت الفقرة الثانية قد كرست بكيفية واضحة للتنازع السلبي، فإن الفقرة الثالثة بدورها تنتهي إلى تطبيق من تطبيقات التنازع السلبي للاختصاص، ما دام الأمر في النهاية سيؤدي إلى تعطيل الفصل في القضية التي تعلن محكمة البت عدم اختصاصها في نظرها، والحال أنها كذلك. إذن إلى هذا الحد كنكون وصلنا لنهاية العرض، على أمل لقائكم في حصة قادمة. لا يفوتني مرة أخرى إلا أن أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. بالله التوفيق والنجاح، دمتم في رعاية الله وحفظه.